النفط في الموازنة الإيرانية العنصر الصعب الذي تحاول إيران ضبط معدلاته في معادلة اقتصادها، إلا أن تراجع أسعار النفط في العالم لم يخدم البلاد التي تعد صاحبة رابع أكبر احتياطي نفط في العالم. فمجلس الشورى الإيراني أقر خطوطا عريضة لموازنة العام المالي الجديد حملت في طياتها تراجعا قدره 25% في مجمل العائدات النفطية. الحكومة الإيرانية كانت أعلنت ديسمبر الماضي مشروع موازنة بقيمة 24 مليار دولار، إلا أن النواب اضطروا لخفض ذلك إلى نحو 18 مليارا فقط استجابة لانخفاض أسعار النفط عالميا، مستجدات تشرح الدوافع الإيرانية وراء محاولاتها المستمرة لتخفيف تبعية اقتصادها للنفط. وبرغم توقع البرلمانيين زيادة قدرها 5 مليارات دولار إن عادت أسعار النفط إلى الارتفاع، إلا أنه حتى مع ذلك تبقى الموازنة الإيرانية متواضعة في نظر مراقبين إن ما قرنت بالدور الكبير الذي تلعبه البلاد في إنتاج وتصدير النفط عالمياً، وهو الضعف الذي يعود لأسباب عدة أبرزها العقوبات الدولية المفروضة على البلاد الآملة في كبح جموح الطموحات النووية الإيرانية. وبرغم أن هذا كله ما زال في بند الخطوط العريضة وليس النسخة النهائية من الموازنة، إلا أن اقتصاديين لا يتوقعون تغيراً كبيراً في الصورة النهائية التي سيعلن عنها أواخر مارس، خاصة في ضوء تبعية اقتصاد البلاد للنفط وضعف العملة الإيرانية. زينة روابدي، العربية.